مرحبا. بفترة هالعيد وبهالكم يوم عم نحكي كتير عن الضعف بفترة قبل العيد، لازم كتير تنتبهوا انه 97% من العالم اللي بيضعفوا بيرجعوا بيردوا وزنهم بعد 5 سنين. تخيلوا، من اصل 100 واحد بيضعف، في بس 3 بيقدروا يحافظوا على الوزن اللي ضعفوه، لانه بس هالثلاثة استوعبوا انه هذا السيستم اللي تبعوه لازم يتبعوه كل حياتهم. فمشان هيك بليز ما تعملوا رجيمات غلط بفترة قبل العيد، وبليز ما تاكلوا كتير بفترة العيد حتى ما تدفعوا حق غالي على المدى الطويل. ضروري تتهنوا بالعيد، ضروري تعيدوا، ضروري تحسوا حالكم مثل حيالة شخص بهالفترة هاي، تاكلوا بانتظام، تاكلوا باعتدال، وتكونوا منتبهين على وزنكم.